وقمة كرة القدم ستبدأ بعد قليل. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، محدثكم فارس عوض. نلتقي اليوم مع الكلاسيكو الكبير ولقاء بين الملك ريال مدريد والبلاو جرانا برشلونه في العاصمه الاسبانيه مدريد، وتحديدا في سانتياغو برنابيو معقل بريكي، حيث المدرجات باللون الابيض والاجواء غير العاديه لانطلاقه هذا الكلاسيكو. الكل يحبس انفاسه، الكل حول العالم في انتظار ماذا سيحدث، الكل يمني النفس بالخروج منتصرا من هذه القمة الكبرى ومن هذا الكلاسيكو العالمي الكبير. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، دافيد ألابا سيلعب بجوار روديغان في الخط الخلفي، فالفيردي سيبدأ مع فينيسيوس على الجناحين، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى، ديون سيبدأ مع سيرجيو بوسكيس في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد روبرت ليفاندوفسكي. توقعات كبيرة بخصوص أداء ليفاندوفسكي في هذه القمة، يتصدر قائمة هدافي الفريق، لا يكل ولا يمل من هز الشباك ولا من الفتك بالخصوم، يعرف كيف يصل للمرمى ومتى يصل، وبالتأكيد دفاع الخصم قد تدرب بشكل جيد لمحاولة إيقافه. تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس، توني كروس، ديوم في المكان المناسب يقطع الكرة، بيدري، كرة مع بوسكيتس، بيدري قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة، روبرت ليفاندوفسكي. هل يكون هناك قرار قاسي الآن؟ أعتقد بأن حكم المباراة كان رحيما في هذه اللقطة. بطاقة صفراء، اللاعب كان يتمنى بأن يكون تصدي من كورتوا، والخطورة مستمرة في صافرة تعلن عن وجود راية وتسلل. كريم بنزيما، الدقة، راية موجودة وتسلل صحيح وواضح جدا، التمريرة كان يجب أن تكون أسرع، تم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم، السرعة مطلوبة هنا. ليفاندوفسكي، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. استحواذ كبير من البارسا على الكرة في آخر ربع ساعة لعب، أعتقد بأنهم في طريقهم للتسجيل إذا استمر الفريق بهذا الشكل وبهذه السيطرة. التركيز فقط مطلوب أمام المرمى، والهدف مسألة وقت ليس إلا. الآن يجب الدفاع عن المرمى على سبيل التغيير. كريم بنزيما، تدخل ناجح على الكرة، سيرجيو بوسكيتس، تصل إلى ليفاندوفسكي، الهجوم لدى فرانكي ديوم قد يشكل خطورة، ليفاندوفسكي كان ممكن تصنع الفارق في هذه اللقطة، لكن النهاية كانت ضعيفة، شوف التصرف ما كان مثالي، وكانت سهلة الكرة على حارس المرمى. استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. كرة أخيرة للتقدم الآن، والكرة في المرمى، يا رب من غير توني كروس يفتتح التسجيل، يسجل الأول في هذا اللقاء، الله على الألماني. تعود المباراة من جديد، والآن برشلونة في حالة ردة الفعل والعودة لهذا اللقاء. إنسو فاتي، كرة تذهب للمنافس بدون معاناة بعد تمريرة
خطف الكرة من بين قدمي المهاجم بدون أن يتسبب بأي أخطاء. يا سلام على حارس المرمى، حارس المرمى يقوم بمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. يفضل أن يرسل كرة قصيرة، اعتراض مباشر للكرة. كريم بنزيما، ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. ديون، ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد. عدنا مشاهدينا مع ضربة الجزاء للشوط الثاني من هذا اللقاء، حيث يحتاج برشلونة إلى هدف من أجل تعديل هذه النتيجة. لوكا مودريتش يستعيد الكرة بدون أخطاء. توني كروس، يتدخل وينجح في استعادة الكرة. شاهدنا مستويات كبيرة من جانب توني كروس في شوط المباراة الأول. شوط أول قوي بدون شك، وتسجيل هدف التقدم في النتيجة ومساهمة إيجابية ستعزز الثقة وتدفع نحو مزيد من التألق في الشوط الثاني بحثاً عن زيادة الأهداف. فرصة التعادل، كرة للتعادل الآن، وحارس المرمى يتصدى. توني كروس، ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. توني كروس في الوقت المناسب جاء لإبعاد الخطر. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة يستغل الأطراف الآن. ليفاندوفسكي، ممكن التعادل الآن. أوهو، القائم في المرة الثانية. الإحصائيات تعطيك بأن ريال مدريد كان الطرف الأقل سيطرة في المباراة، هذا لا يهم كثيرا الحقيقة، المهم النتيجة. السيطرة ليست لها فائدة إذا لم تساعد الفريق على الفوز. هل تستغل الفرصة؟ المدافع يقطع الطريق بكل فدائية. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. كرة عن بيدري، كرة ترسل رسالة في أيدي كورتوا. توني كروس، وصلت إلى فينيسيوس. بنزيما، فرصة مناسبة للتسديد من بنزيما. والتمريرة الرائعة هنا قد تشكل فرصة خطيرة. مضغوط عليه، مستحيل الكرة. تصدي والتألق غير عادي من كورتوا. كرة هدف من هذه المسافة لكن ضاعت، لكن أبعدها. كريم بنزيما يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. الله، ريال مدريد يحرك كل مرمى. تأتي الإعادة، نشاهد كيف تمكن بنزيما بمهارة من المرور من المدافع، وحان وقت بنزيما هنا، أي إنهاء لهذه الهجمة بمهارة كبيرة عن طريق تسديدة قوية تمكن فيها من التملق على حارس المرمى. إذا نعود للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تدخل ممتاز هنا ويعترف الكرة. عشر دقائق ويطرق الحكم صافرته معلنا نهايه المباراه. روبرت ليفاندوفسكي، محاوله وتسديده فيها قوه كبيره لكن لا يوجد فيها الدقه المطلوبه، وبالتالي الكره بعيده عن المرمى. توني كروس، والتدخل الحاسم هنا. ليفاندوفسكي، فرصه هدف امام ليفا. هدف تقليص الفارق كان متأخراً،
لكن المباراة لم تنتهي بعد، ما زالت صافرة النهاية، ضغط كبير في اللحظات القادمة. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. أربع دقائق مشاهدينا تصل عن صافرة النهاية. الدعم موجود، يبحث عن التعادل في الدقائق الأخيرة. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. حسمت الموقف، منعت الخطورة. نهاية المباراة، انتصار وثلاث نقاط من السي بي ريال مدريد. كانت مباراة قوية وفيها نتيجة من الفريقين. الأمور لم تكن سهلة، كان وضع خاص في الملعب وفارق الهدف حسم النقاط في نهاية المطاف. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة، وظهر فيه بشكل لافت وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز. ساهم في فوز فريقه بالهدف اللي سجله، واعتقد انه راح يكون راضي عن اداء في ارضية الملعب. صافرة البداية تعلن عن حبس الأنفاس هنا في قمة الكلاسيكو الكبير بين الميرينجي